تعتبر محافظات غير نفطية، لذلك تعوض بالزراعة، زراعة التمر، زراعة الشلب والعنبر. عندك زراعة الشلب والعنبر، محافظة الديوانية ومحافظة النجف الأشرف تمتاز بيه بشكل نوعي، وأيضا سنويا إنتاجها تقريبا نصف مليون طن من محصول الشلب والعنبر، من النوعيه الفاخره. لكن المشكله وين؟ المشكله بالحكومه العراقيه، بالتسويق للعالم، انه يحارم الشعب العراقي من عنده هذا العنبر. ها، حارم الشعب العراقي من عنده، تجيب العنبر الفيتنامي وتجيب العنبر التمن الهندي، عفوا التمن الهندي، توزع على الشعب، بينما العنبر مالتنا ما نعرف وين يروح. واكو مصادر يعني من تجار الموجودين اللي نعرفهم يقولون هذا العنبر اللي بالشاميه عليه طلب جدا قوي، خصوصا من اسرائيل، الاسرائيليين يحبوه. دول الخليج، لكن بصوره غير بصوره مباشرة. غير مباشره، لان اليهود سابقا سكنوا هاي المناطق وعندهم ارث موروث شعبي، ويعتقدون ان هذا الغذاء، وهم يعتمدون بشكل اساسي على النباتات، لان دينهم محرم اللحوم ومشتقاتها. بارك الله بك، ولا ما في امان الله.